الحمد لله تعالى وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه أئمة الهدى، وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وعلينا معهم يا ربنا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل التفسير، نزلت هذه الآية الكريمة في أناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يتكلم عن الحج، وكان يقول: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من هؤلاء فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فلما قالها الثالثة عاد الرجل مرة ثالثة فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أيها الناس، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أنا أقول لك إن الله فرض عليك الحج، لما تسألني أفي كل عام أم ليس في كل عام؟ فرض عليك الحج، يفهم من هذا أنك لو أديته لاكتفى الأمر، لتم الأمر وأسقطت ما عليك من فريضة. وقال له من جملة كلامه أيضا حينما كرر عليه، قال: لو قلت لكم نعم لوجبت ولما استطعتم. لو أنني قلت نعم لوجب الحج في كل عام، وكلنا يعلم أنه لن يستطيع ذلك ولما استطعتم. يا أيها الناس، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهنا يفصل أهل العلم أيضا تفصيلا طيبا، هل السؤال الذي يحتاجه الإنسان من السؤال المذموم الذي يدخل في هذا الحديث الشريف كثرة سؤالهم؟ قال أهل العلم: لا، وإنما كثرة المسائل وكثرة السؤال المذموم هو السؤال الذي لا يحتاجه الإنسان مباشرة في نفسه. هذا المثال الذي ذكرناه يتعلق بالحج مثال أول. مثال آخر أيضا، قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا وقد كان مغضبا، فكان من جملة ما قال: سلوني. فقام رجل فقال: أين أبي؟ قال: في النار. أبوي وين أنا؟ يسأل، يريد أن يعرف منزلة أبيه، فقال: أبوك في النار. الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على منزلة أبي هذا الرجل، فعرف أن الله قد أدخله النار. طيب ماذا ينفعك أن تسأل أين أبوك؟ الخير لك أن تقول وأنت لا تعرف شيئا: اللهم ارحم أبي، انتهى الموضوع. أين أبي؟ هو في النار. هذا الرجل ماذا سيحل به؟ سيضرب كفا بكف: أبي استحق النار، أبي أبي أبي.
سيحزن عليه ويضيق نفسه وكذا، ولم يكلفك الله تعالى أن تبحث لا عن أبيك ولا عن أمك بعد أن انتقلا إلى دار الآخرة. الله تعالى أرحم بهم منك، لا شأن لك أنت، ما كلفت بي أن تترحم عليهم، لا تسأل عن مقاييم. قام رجل آخر بعده أيضا فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه هذا المقام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته وهو غضبان، جثى على ركبتيه ورفع يديه ثم قال: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فخفت حدة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يا أيها الإخوة الكرام إرشاد كبير، بخاصة في زمن الوحي، في زمن النبوة، ويستمر معنى مستقل ومنتقل منها إلى آخر الدنيا، لأن كل كلام الله فيه نفع للبشر جميعا. أما في زمن النبوة فالآية تقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تظهر وتعرفوا بنتيجتها تسكم، ستكون النتيجة وبالا عليكم. هذا الرجل عرف أن أباه في النار فكانت النتيجة وبالا عليه، ما النفع؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. لو أنكم سألتم في الموضع المناسب عن السؤال المناسب لتبين لكم أن الله تعالى قد عفى وسامح وصفح ولم يكلفكم بهذا الذي تسألون عنه أصلا. كمثل ما سألت بنو إسرائيل يوما عن البقرة: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي إن البقرة تشابه علينا؟ لما كل هذا السؤال؟ ما الحاجة؟ ما الفائدة؟ إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم تظهر لكم قد عفى الله عنها والله تعالى كريم لا يكلف إلا بالوسع. لكنه حينما يعلم أن الذي يسأل يريد المشاقة يشاقه لأنه هو يريدها لا لأن الله تعالى يعنت عليه، تعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم العقوبة، شأن بني إسرائيل. وهكذا شأن كل إنسان. ترى بعض الناس، وهذا مما نستفيده من معنى الآية المستمر إلى يوم القيامة، ترى بعض الناس يسأل أشياء عن أشياء كثيرة لا تهمه ولا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه. يا أخي، ما الذي يدفعك إلى السؤال؟ حب الفضول. أي فضول هذا؟ أتسأل عن شيء يتعلق بأمر دينك مما تقوم به؟ كثير من الناس يسأل: الجن مؤذن ذرية؟ مو الله حكى لنا عنه؟ نعم، حكى لنا أن الشيطان هو وذريته. طيب شلون بتوالدوا؟ طيب ايش لك عن الله؟ قال: مو كتبوا ما بعرف لنا كتاب انه ممكن الجن والإنس يتجوزوا؟ بلكي واحد يتجوز جنية؟ طيب تكرم، إذا تجوزت لقيتها بتعقد لك العقد أنا، وما أنني لا أعقد لأحد، لأنه هذا شيء مميز عجيب. يا أخي إيش هذا السؤال؟ إيش يهمك في دينك أو دنياك؟ رحمة الله على أبيك وأبيك، ما هي الأهمية لذلك؟ أنت تحسن طهارتك؟ أمور طهارة تحسنها أنت؟ تلاوة كلام ربك تحسنه؟ تحفظ شيئا من كلام الله تشغل وقتك بذلك؟ أن تشغل وقتك بسفاسف الأمور وتسأل عن أشياء إن تبدى لك تزك؟ هذا الصحابي الذي سأل، الصحابي الثاني الذي سأل من أبي، هذا الرجل رغم أنه تسرع في السؤال لكن له شيء من عذر. ما عذره؟ هذا الرجل كان يحكى والعياذ بالله أن شأنا حصل في أيام حمل أمه بولدها، فهذا الرجل والعياذ بالله صار الشيطان يدخل في نفسه يحرضه: أأمك أخطأت؟ أفعلت؟ أفعلت؟ لذا لما انصرف وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوك فلان حذافة، هو أبوه الحقيقي،
والذي سماه له رسول الله هو بذاته نفسه. فلما رجع جاءت أمه إليه فقالت يا بني أكان يليق بك أن تفضحني على رؤوس الأشهاد؟ أنا ما فعلت ذنبا، لكن لو قارفت ذنبا في الجاهلية أيحسن بك أن تفضحني؟ تبدأ لكم تسكم ماذا ينفعك ذلك؟ الآن أنت أمورك سارية وأنت مسلم، فرضنا أن أمك والعياذ بالله فعلت فاحشة قبل الإسلامية، ماذا ينفعك إن عرفت؟ لكن الرجل كما قلنا يعني هذا الأمر يرن في أذنيه ويتعرض له بعض الناس به، فأراد أن يقطع الشك باليقين. فلما قالت له ذلك الرجل مؤمن صادق قال والله لو نسبني رسول الله إلى عبد حبشي لاتسبت إليه. أنا أبحث عن الحقيقة، ما غاية التشكك؟ لكن ظاهر سؤاله يفيد التشكك. فأمثال هذه الأسئلة يا أيها الإخوة التي المقصود منها إما فضول السؤال وإما أن يعاند الإنسان ويعاند يبتغي العند أي المعاندة والإثم، فهذه الأسئلة مما لا خير فيه ويعود على صاحبه بالوبال. من باب هذا المقام جاء رجل إلى الشعبي، الشعبي في بعض الناس بيظنون أنه واحد صاحب نكت، وهو عالم جليل من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، ولكن كان فيه دعابة نعم، لكن من يقرأ بعض الأوراق ما يسمى بالرزنامة المؤقتة نعم فيقرأ الشعبي يظن أنه هذا رجل كجحا كما يقال، وليس كذلك، رجل من فضلاء العلماء. جاء رجل إلى الشعبي يوما فقال يا إمام ما اسم زوجتي؟ مرت الشيطان مش اسمه. فنظر إليه ثم قال يا بني ذاك العرس عرس لم أشهده. الله أكبر. أنا ما جابني لا شاهد ولا أحبط كتبتين، فما هو طماء لجسد كتب كلمته. عجبا، كثير من الناس يأتي اليوم يسأل عن شيء لا يتعلق لا بطهارة ولا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بزكاة، ما اسم ابن فلان؟ ما اسم أخي فلان؟ طيب ما شأنك بهذا الاسم؟ عرفته أو لم تعرفه؟ ماذا يفيدك في دينك أو دنياك؟ لا شيء. الأعجب أن كثيرا من السائلين لا يحتاج إلى سؤال في مهمات دينه لكنه لا يسأل. كم أتمنى أن يأتيني إنسان ليسألني عن أحكام طهارتي أو نجاستي أو زواجي أو بيوعي. البيوع الآن الموجودة كثير منها فيها أشياء منهي عنها، لا يسأل التجار عنها ولا يلقون لذلك بالا أكان حراما أم حلالا أم أي شيء، لا يلقون. كم من الناس من يحلف على زوجته في اليوم مرة ومرات والعياذ بالله ولا يسأل عن حرام أو حلال، ثم إذا جلس في مجلس سهر ونظم وطرب وجاء رجل من المتفيهقين ليطرح هذه الأسئلة التي لا معنى لها وقر السؤال في ذهنه، فجاء في اليوم التالي ليسأل عنه. أما ضلالته التي يرتكبها فلا يسأل عنه، وأما الحرام الذي يقع فيه فلا يسأل عنه، وأما ما افترضه الله تعالى عليه فلا يعرف عنه شيئا. لذلك عقب الله تعالى في نهاية الآية فقال قد سألها قوم من قبلكم، هذه الأسئلة التي يقصد بها التعنت أو هكذا التظاهر بالعلم والفهم والإدراك أو عدم الرغبة في الوصول إلى الحقيقة وإنما مجرد الاستكبار وإظهار النفس، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين لم يطبقوها. بنو إسرائيل هم الذين طلبوا من سيدنا موسى أن يسأل ربه أن يحرم عليهم العمل يوم السبت، هم الذين جاءوا فقالوا سل ربك أن يأمرنا ويلزمنا أن يصبح السبت علينا حراما، يعني لا يجوز لنا العمل فيه. نظر إليه يا قوم قالوا سل ألح عليك، فسأل ربه فحرم عليهم العمل يوم السبت، فلم تنقضي إلا فترة قريبة حتى صنعوا ما حكيته لكم مما ساقه الله تعالى لنا
في قصة الذين حفروا الحفر ليأتي إليهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاهم الله تعالى من جنس عملهم لأنهم لم يسألوا إلا تعنتا، يا أخي العمل حلال لما تريد أن تحرم يوما؟ لذلك مثلا الله تعالى أشار إلينا في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله. اليوم عمل كسائر الأيام اعملوا فيه، لم يحرم الله تعالى عليكم منه شيئا. وقال أهل العلم أيضا استنباطا من كلام الله عز وجل، وهي قاعدة لطيفة فقهية ينبغي أن نحفظها ونعرفها، إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد دليل بتحريمه. القاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة حلال يعني إلا ما ورد النص بتحريمه. فلو جاءني إنسان بطعام فوضعه أمامي، لا ينبغي لي أن أسأل هذا الطعام مسروق؟ هذا الطعام خنزير؟ طيب أنا الذي أتاني به مسلم لا مشرك؟ قال مسلم، خلاص انتهى. الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الرجل جاءني من مسلم، فلا ينبغي لي أن أسأل. تسأل إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون أبدا، وليس حولك مسلمون يأتوك بطعام حلال، فحينها ينبغي أن تحترز. أما أنت في بلد الإسلام، قال إيه الأصنام ما تسمي؟ طيب أنت ذهبت إلى الذبيحة ورأيتها بعينيك وكنت شاهدا عليها وسمعته لم يسمي مثلا؟ هذا موجود نعم، لكن أعود فأقول من باب التيسير الذي على هذه الأمة، كما قال أهل العلم استنباطا من كلام الله، الأصل في الأشياء الإباحة الحل حلال جائز إلا ما ورد نص بتحريمه. فلو جاءني إنسان أيضا بنوع من المشروبات وضعه أمامي لا بأس أن أشرب، قال لهذا خمر يا أنا ما أدراني، قال سل، ما ينبغي لي أن أسأل، ما ينبغي لي أن أسأل. أيضا قال ليش ما ينبغي لي أن أسأل؟ كما قلنا لأن في الأصل في الأشياء أن تحمل أيضا قاعدة أخرى ذكرتها ولا بأس بها، يحمل حال المسلم على الصلاح ما أمكن. قواعد الفقه الشهيرة، يحمل حال المسلم على الصلاح ما أمكن. ما أمكن، ظاهر هذا الإنسان مسلم ماشي الحال، ما جاءني به من طعام أو شراب أو لباس يحمل على ظاهره أنه حلال، إلا إن كان عندي دليل أنا أعرف أن هذا الرجل أراه يشتغل، أراه فقيرا، ثم رأيته بين عشية وضحايا قد تحسنت حاله، فهذا يدفع للشك. أما إنسان لا أعرفه ولا يعرفني ويبيع شيئا مثلا بسعر المعتدل، كم نسأل عنه الآن؟ يأتي إنسان فيقول جاء ليبيع هذه الطاولة سعرها معتدل، قال نعم البائع مسلم، نعم اشتريها. أما سعرها المعتدل 1000 فجاء ليبيعك إياها ب50، ذاك حينها لا يحمل حال المسلم على الصلاح ما أمكن، لأنه هو من حاله يظهر في نفسه الشك. أما الظاهر مسلم وسعرها مقبول قد يكون أقل قليلا أو أكثر قليلا، لا بأس ولا أحتاج أسأل أهي مسروقة أهي ما أدري، ما في حاجة لذلك. أما كما قلت إن كان حاله نفسه يدل على ضلاله فذاك أمر آخر. هذا يا أيها الإخوة يخفف كثيرا على الإنسان، إن كان هو من أصحاب الشك يخفف عنه شكه، أو كان هو ممن يتتبع الأسئلة لا لغاية الوصول للحق وإنما لغاية الاستكبار مثلا أو التعنت أو كثرة الأسئلة لإظهار فهمه ومعرفته واستكباره على الناس، فهذا كله ينجو العاقل المسلم منه إذا فهم هذه الآية الكريمة، جعلنا الله تعالى ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.